أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة. برنامج صباح أهلنا اليوم بين أهلنا وناسنا في سوق هرج. هذا السوق اللي انتقل أو توسع، هو مو انتقل، بعد ما كان قريب على شارع الرشيد. هذا المكان بتوسعه لم هواي ناس، بسطاء، فقراء، احتوى الناس البسيطة. سوق يمتاز بشيء مهم جدا، مرتادي هم من الأغنياء والفقراء. أكو حاجات ثمينة ممكن تلقاها ببسطية بسيطة جدا، أكو تعامل بسيط من الناس البسطاء هنا، يحتاجون إلى شيء بسيط جدا، يحتاجون إلى أن يكون أكو اهتمام بيهم، أكو عناية بيهم. نبدي حلقتنا لهذا اليوم من سوق هرج ونكمل اليوم. أسعد الله صباحكم من جديد أحبة المشاهدين. نبدي حوارنا ويا أهلنا وناسنا من سوق هرج ونسولف وياهم عن صباحهم. أول شيء صباح الخير. الله يسعد صباحكم وصباح قناة فلوجة والكادر كله. حياك الله. الله يخليك. حلو الأجواء بهذا السوق رغم بساطته. والله الأجواء كلش حلوة بهذا السوق. أولاً ترجعنا لأيام زمان وتراثنا والحاجات القديمة، ومع هذا أكو ناس طبقات اجتماعية تدري بالظرف مال البلد، يعني تحتاج الحاجة الرخيصة. فهنا موجودة أسعار كلش مناسبة للطبقة الفقيرة. وأصور أكو حاجات يعني هم مهمة أو نادرة أو بالضبط اللي تلقاه بهذا السوق أستاذ، ما تلقاه غير أسواق. أكو تحف هنا نادرة، وحتى اللي قسم من اللي يبيعوها ما يعرفون ثمنها الحقيقي. وهي ما تتقدر بثمن، لأن هي من ضمن تراثنا في الفلكلور. شنو اللي يحتاجه المواطن ببغداد تحديداً؟ بغداد يعني إذا تقصد بصورة عامة مو عن هذا السوق بالذات، أهم شيء قبل الأمن، حتى قبل الأمن أنا أقدر أقول بدون مبالغة، الخدمات. خدمات. إيه نعم. الخدمات عندنا لحد الآن نعاني عليها منها، من قبل السقوط وبعد السقوط اتفاق. هاي بغداد اللي تغنى بيها المطربين، ولا زلنا نتغنى بيها مع هذا. 2020 يطلب خدمات؟ مع هذا ولا زلنا نتغنى بيها ونبقى نتغنى بيها، بغض النظر عن اللي يعاني المواطن من قبل الحكومات المتعاقبه، نبقى نتغنى بيها ونبقى وفياء لها ان شاء الله. الله يحفظك. اسعد الله صباحك من جديد. تسلم حبيبي. هلا استاذ. حياك الله. هذا اللي يتحدث به المواطن البغدادي بهذا الصباح الجميل، متفائل، عنده امل بالقادم، عنده امل بالجديد. شنو اللي يحتاجه؟ السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير استاذ، شلون صحتك؟ شلون احوالك؟ شلون صباحكم اليوم؟ والله شكلك شلون صباح؟ صبحنا اول ما قعدنا الصبح الكهرباء بعد نسيت ماشي الموضوع، الكهرباء ليش يسوون شيء ما نعرف. يعني نقول هسه هاي سنه 22 صار سنه خير، وسببت كل هالمشاكل. زين بالنسبه للكهرباء ما بس خنفل على المولدات، الله يساعدهم هم، لما هم هسه بالضيم. يعني بالنسبه للمي، مي ماكو، رجعنا هسه شنو وين؟ على النفط. نفط طول ما جال شويه خلينا نرجع. يعني تفضل استاذ الاجابه. رجعنا على النفط. النفط شنو هسه؟ قمنا نحمي بالجدريه. 22 نحمي بالجدريه بعد؟ اي والله. يعني زين على الجدريه، يعني ماكو وضعيه، يعني ما اعرف شنو. لا يا ما يخالف، هاي من انجازات الحكومات، نحمي بجدريه قبلنا. يعني انتم احنا النحو الاحسن لو نحو الاسوء، تغير الشعب تعبان يخليه يرتاح، تروح البيت تلقى تلقى مي حار، ماكو في كهرباء، ماكو. يعني شلون هاي؟ شلون انت شاب عظيم بالشارع وتعب ترجع للبيت تكمل هذا الضيم، ليش تسوي؟ الله يعينك. على شو تسوي؟ اي يعني هذا معناه احنا تراجع 10 سنوات. يعني هسه احنا طبينا واحد شوفنا في الشيء، يعني ابره، يعني اختراع ابره يحطون بها الخيط، يقول لك شلون بدون لضم، يعني شلون واحد كبير سنه يرتاح. احنا شو صنعونه؟ اي مهتمين هاي التفاصيل. واحنا هذا الشيء ما يسوونه، شلون؟ وين نروح؟ الله يعين الناس. احنا طبعا من خلال قناتكم الموقره نريد الناس بلديه الغدير، في البلديات صار اسبوع المي مقطوع. اسبوع المي مقطوع بالغدير؟ اي لحد الان منطقه البلديات، منطقه الزراعي والبلديه الغدير، نروح ونقدم ونشتكي لحد الان، الله شاهد ورسوله، صار من ذيك الثلاثه. شنو انقطع؟ مكسور بول؟ ما 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 المي ماكو نهائيا. على المي الارون، بس بالمي الارون، وتعرف ماذا؟ مي، وحتى ما يوقف هذا المي الارون، لان
مكرر. لا بعد يعني هسه بدنا نحكي احنا عن شغلات ما شاء الله يعني مي ما اثريه مي نشتري بالله العظيم نشتريها نحمي من عندها والله العظيم صار حوالي 10 ايام من خلال قناتكم اكررها مره ثانيه الناس بلديه الغدير بالبلديات المي نهائيا صار 10 ايام مقطوع نهائيا ماكو نهائيا بلديات عموما لو احياء معينه احياء معينه بيها يا بيها حي يا محله بالزراعه مال البلديات زراعه البلديات زراعه البلديات على تابع البلديه الغدير تمام هذا بك يسمع سعيده من بغداد طيب هاي الوضعيه بصوره عامه يعني ليش احنا قاعد نرجع ليش مو بلد احنا متنامي على الاقل مو متقدم احنا حكومتنا ماكو اي تطور بيها والله العظيم ما اشوف العالم بطاله قاعده لا اشغال كلها لا خدمات شنو متاملين كهرباء صفر متاملين بقادم الايام شنو والله نشوف لكن احسن ان شاء الله ان شاء الله نتامل خير نتامل خير ان شاء الله حكومه مصطفى الكاظم ان شاء الله خير يا الله الفقراء في تزايد ام في تناقص لا في تزايد الفقراء اي والله لان قلت لك العمل كله متوقف الو اي تمام الله خير ان شاء الله ان شاء الله وانا اشكرك حياكم الله شكرا جزيلاكم هذا الصباح اللي شوف السلام عليكم يلا خلينا نكمل حوارنا ويا بقيه اهلنا وناسنا ونشوف شنو اللي يحتاج المواطن في هذا السوق خلي شوي ناخذ لنا جوله زي ما نصور هذه الحاجات اللي موجوده هنا أنا. معظمها حاجات يعني هو الأغلب هي حاجات مستخدمة يأخذوها يشتروها من برا الناس ويبيعوها بهاي الأماكن تمام فالأسواق هنا أسواق مستعملة عموما هو السوق مستخدم الحاجات المستخدمة لكن الحلو بهذا الموقع إنه تشوف شغلات زينة مهمة أكو ناس تجي تمام اكو ناس تجي تاخذ الحاجات اللي تدور عليها دوارات تلقاها بهذا المكان سوق الفقراء قلنا يحتاج المواطن في هذا السوق ان يكون اكو له اهتمام ورعايه اكبر حوارنا من بقيت اهلنا وناس السلام عليكم استاذ الله يعزك حياك الله شلون صباحكم ان شاء الله شلون وضع المواطن العراقي والله يعني زين على نص ونص يعني ما اقول لك جيد يعني ما نص ونص شو اللي يتامل بالايام الجايه وشنو اللي يريد والله نتامل احنا يخلونا رجل مناسب في مكان مناسب ما خلوا رجل مناسب لا بعد لان الحكومات السابقه كلها ما خلت لان اكو معيار دولي بالعالم كله تمشي به الرجل المناسب في المكان المناسب العراق بالعكس الرجل المناسب في المكان المناسب فشلون راح يصلح البلد العالم يخد الناس تتخدم ما تريد يعني تحسن وضعها تحسن وضع الكهرباء لا 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 خفايا يعني مشاكل بصراحه يعني اذا اسعدها عندنا بالعاميه بالدرجه اقول لك كل من ساب شرطه مو تمام البناء اذا بنا صحيح طبعا يقع يعني هذا شنو الترقيع ما تضمن ولا تشبع تمام صح في العراقي المحل يعني حد يدري موضوع الرواتب والسوق لا اكو يعني توازن بين الراتب والسوق لا ماكو لان انا مساعد مقدم دراسه عدد يعني الفقير نعدمون لان صارت البضاعه مضاعفه صح يعني الحاجه ما يوصل بالفين زين وين من انت تدفع على السهوله تدفع على الدوله تدفع على الفقير لان الفقير هو صاحب الدخل محدود يلا حياك الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا نكمل حوارنا ما بقيت هنا وناس بس تعال تقدموا لي اللي جاي هنبتعد عن ابو البسطيه نسولف عن يوميات الناس بهذا الموقع عن اللي يحتاجوه هذا المكان اللي يشوفه اليوم المواطن من الأساسيات هي الخدمات هي الرواتب وبالتالي هذه الأشياء المهمة والأساسية السلام عليكم السلام صباح الخير علي حبيبي قلبي صباح النور شلون وضع المواطن البغدادي والله من يوم ناحية كل نواحي والله المواطن لا حول ولا قوة بالنسبة للخدمات خدمات مواطن والوضعية تعبانة والعيشة شوية صعبة وإذا شوف البلد زين السياسيين الموجودين بالعراق بصورة عامة سنة وشيعة كلهم دمروا العراق عاد دمروا المواطن العراقي ما فكروا بالمواطن العراقي طيب واحنا على الله ما أدري بس الله نتكل وضع الفقراء شلون؟ والله الفقير حاله ضيم حاله اكو شعور بوضعه؟ والله اكو إحساس بوضعه؟ الفقير يحس بالفقير بس الغني ما يحس بالفقير ولا السياسي يحس بالفقير بالتالي يعني عيشة الفقراء صارت صعبة كل صعبة
كل صعبة، كل ناس يعني عايشين على الرواتب، يعني مثلا عندي راتب مرة عاية متكئة، وكل ناس دائما متكئة سواء واحد من الناس. أنا عشت على رزقي، ما عندي لا راتب ولا أي شيء، الحمد لله الله مسهل علي وماشي أموري. الله يسهل عليك إن شاء الله، الحمد لله، ورب يرزقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. كم الاستعراض هذا السوق؟ خلي بس شوفني هذا المكان زي المصور، يعني هذه حاجات الأحذية المستخدمة، القماصر المستخدمة، يعني موجودة في سوق هذا. كل جمعة. السلام عليكم. السلام عليكم. صحيح أستاذ. الله يحفظك، رحمة الله والديك. صباح الخير عادية. والله احنا نريد حول تشكيل الحكومة. ايش بيها تشكيل؟ نريد تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. شعب تعبان. الوضع تعبان. الحالة المعيشية تعبانة. نريد الحكومة بأسرع وقت. ويا ريت إذا الشعب كله رأيه، مو رأي شخصي، حكومة الأغلبية. زين، شنو تفرق عندك كمواطن أغلبية توافقية؟ شنو تشوف؟ حتى اللي يصير اللي يصدى بالحكومة نحاسبه. الشعب كله حاسبه. توافقات ما تفيدنا، هاي محاصصة. يعني وراح نقدر نحاسبه؟ أكيد. حاسبنا قبل احنا؟ ما نقدر لولاك، لأنهم متقاسمين الكعكة، هم اللي يقولون كعكة متقاسمين. زين. حكومة الأغلبية شو حتسوي الكعكة؟ حشيلها كلها؟ لا بالعكس، الكيكة كلها شيلها بدال ما تقسمها حتاخذها؟ لا بالعكس، مو لا، لأن هذا هم يقولون الانشطار الطولي يخدم الشعب. هسه هم صار انشطار طولي. والله شطروا للشعب شطر. لا قبل كانت محاصصة وبيناتهم. زين، هسه هذا الأمر أنت عندك يعني أهمية أنه تشكل بسرعة. تشكل حكومة بسرعة. شنو اللي حيفيدك كمواطن؟ شكلة بسرعة. خدمات، ميزانية. هاي قرار موازنه، قرار موازنه مرتبطه بها، صح، تعيينات مرتبطه بها. بس احنا عندنا اولادنا جوارينا كلها قاعد عطاله بطاله خريجين. تشكلت الحكومه باكر، نعم، عقب باكر قرروا الموازنه، ورا 3 ايام طبعا حركه عمل يصير، ورا 3 ايام حيجيبون تعيينات. لا ما احنا ما نريد تعيينات، القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني لازم نشجع على القطاع الخاص حتى تشتغل الشباب. رأيك راح يرجعون المعامل؟ أكيد يرجعوها إذا حكومة أغلبية صارت، إذا حكومة متوافقية، منصفة، منصفة طبعاً، وشغل المعامل. هسه لا، هسه محاصصة بيناتهم، معمل اللي يشتغل وخدم وبيفد ألف عامل تشتغل سدوه من أجل يستوردون من دول الجوار. هاي اللي عندنا. ولا هسه عن الكهرباء مالتنا شنو السبب يعني؟ يعني كهرباء ما عندنا ساعة واحدة باليوم؟ يعني بدلوا مصادر الطاقة، استيراتهم بدلوه، هاي تركيا من قطر من الخليج من الناطق باسم وزارة الكهرباء يقول اعطوني غاز اي وانا اشغل لكم 18 ساعة باليوم. زين هذا على الزين. زين مو سووا رحمة لأهلك جولة التراخيص زمن حسين الشهرستاني؟ ليش ما سووا عقد مال غاز؟ سووا ويا ايران؟ ما سووا، لا سووا عقد ويا ايران ويا يعني. بس احنا عندنا غاز مهدور، المفروض بجولة التراخيص اللي صارت شو يسوون جولة التراخيص؟ يستثمرون الغاز العراقي اللي دي ينهدر هسه بالجو. ولا هسه شنو؟ احنا هسه 4 خطوط امداد طاقة كهربائية من ايران هم فقدت، وعندنا الغاز 50 مليار متر مكعب يصرفون هاي بالشتاء، انقطعت من ايران يطلبون فلوس. ايران حقها تقول لك انا اطلبكم اعطوني فلوس. تمام. زين انت فلوس ما عندك تعطي وتستورد. يا اخي بيصير هذا؟ مو عمل هذا يعني، اكو يعني تنظيم باداره 7 وزراء كهربائي جوي متنعمين بالخير هم واولادهم وعوائلهم، وما حد يحاسب الوزير الكهرباء هذا اللي راح 7 وزراء كهرباء، وتالي 80 مليار حسب تقاريرهم. احنا ما عندنا احصائيات بس نسمع من عندهم يقولون 80 مليار دينار صرفنا على الكهرباء. هو اللي نصرف عليه نجيب محطات. محطات تمام. يعني هسه سعر الميجا عالمي 1000 ميجا بمليار دولار، هسه لو جايبنا 30,000 ميجا همينا ب30 مليار دولار. وين الكهرباء يعني؟ هسه شتاء ساعة واحدة ما تجهزون؟ يعني وينكم يعني؟ انتوا هاي الحكومات الصيف شلون لعب؟ الصيف مالنا شلون راح يصير؟ إذا هسه احنا شتاء أحمال ماكو والجو بارد. نعمة إيران قطعت علينا الغاز بوك الشتاء، يعني لو قطع علينا بوك الصيف هم قطعوا بالصيف. كارثة. هم قطعوا بالصيف، بس احنا العراقيين ننسى، راح الصيف ويا راح الحار راح نسينا، هسه جانا الشتاء. هاي المعاناة مال من؟ مال الغاز. قال الغاز قالت الكهرباء، قال الغاز قال الكهرباء. تمام حياك. احنا أهل النفط عم يتحيوا، أهل النفط يعطونا 50 لتر ندفى بهن، سووها 100، هسه هذا هم يعني هم بيستيرها من إيران.
النفط مالنا، نفط مالنا هذا. تمام عمي، شكلونا حكومه رحمه لك، اريد صوتنا يوصل، شكلونا حكومه، اريد شباب تتعين بالمصانع عمي. الاخر فتره على الدوله، ما اريد تعيين بالدوله، يتعينون اي خلي يتعينون المصانع هاي المعامل الاهليه هم للدوله، القطاع الخاص وهم يعني خلي يصير تنافس، خلي تشتغل المعامل، خلي يشتغلون الشباب الخريجين، خلي يشتغلون بهاي المعامل الاهليه. ليش قاعد الشباب كاتل الجوع؟ كلامك صحيح، تاريخ الشعب راح يثور ثوره عليهم، ترى ما يلزم نحكي لك اياها عدل، لان احنا بالشارع نعرف ايش يصير. الشعب مني يثور عليهم بعد يكرفهم كلهم كرف ما يسكت. فالحل الافضل انه خلي يراعون الشعب، خلي عينهم على الشعب شويه، شكلون حكومه يقرون الميزانيه، خلي يمشون عدل ويانا. ممنون، شكرا جزيلا، حياك الله، تحياتنا لكم. الاخ ما قالها كلها كلها الحقيقة من الله سبحانه وتعالى على ملة محمد، وذولا مو ملة محمد، ما يريدون شيء يفيد ملة محمد. ما أنزل الله من الكتاب، كل شيء ممنوع بالقرآن الكريم يطبقون على ملة رأس ملة محمد. وأنا باسم ملة محمد، وذولا أكو قول يهودي شل وقلع، وذولا كلهم مريضون، كلهم شل وقلع، كلهم مريضون. الوصي ما سوى مثل ما سوى ذولا، قصوا قام الدفاع. احنا نريد امر الله حتى ذولا ينتهون، ما يبقون مو بالعراق، مو بالعراق، ارض ابراهيم جد الانبياء في الشرق الاوسط. تمام، حياك الله، شكرا جزيلا. استغفر الله تعالى. شنو المناشد اللي عندك؟ عندي مناشد، انا الرجال الوحيد اهلي وليد بريد ارجع لدوام. مفصول انت جنابك؟ مفصول عقد. وين صعدوني؟ صعدوني محكمه، يعني تهمه باطله بباطله، وحكموني سنه وست اشهر وطلعوني، وانا حال الضيف. بس سؤال، دوامك وين؟ بيا انا على الدفاع، على وزاره الدفاع. اي هندسه اليه كهربائيه، هاي الكاف مع مبيدات تصنيع عجلات. ما خدمت فرقتي بالضبط بغريب. صار عندك تغيب؟ لا ماكو تغيب، هي صار شغل بالامر، يعني لا حول ولا قوه. الامر نفسه العميد دزني للمعمل، قال لي روح جيب ارزاق. الشغله صارت من ورايه ولا ما ادري بوقي شنو؟ اي تهمون بسرقه. نعم زين انا هاي اردك، هاي اسمها المناشده، توصلها المصطفى الكاظمي والفريق والركن محمد البياتي. اترجاك واريد كل اتمنى محمد الحين بوسي يسمعني. زين رجعتك يم منو؟ من المسؤول يعني؟ من رجعتي المسؤول؟ رجعتي انا، قال لي تروح تراجع المحكمه العسكريه الاولى مطر مثلنا. راجعت ابو المحكمه يجبرني وين على العقل وين مواجهة الدفاع. ابو قاري يقول انا ما سمعت لك شيء، انا جبت كتاب المحكمه يلا. يعني كان واحد يمنع الاخ، صرت شلون اطوه؟ وانا هاي مناشده يعني اترجاك رجال اخوي، يعني كل توصل اياها للدوله. انا هلو هل واحد اهلي والله، والدي متوفي وما عندي اخوه، انتم اخوتي ان شاء الله. انا ما حرم الله على صدق النبي. حاضر والله، حاضر اترجاك. ايوه يعني مثل قلبك. فاشخاص ثلاثه هم مسؤولين، انا شغل كاوتشي هسه، انا حاليا عندي فاتحه بشارع فلسطين، لازم حسين تم البنين اسوي قهوه على باب الله، الشغل معب. فهذي اخذ هسه طالع جو مسؤولين، قال لي ثلاث اشخاص يرجعوا لك، غير ذولا لو تخلص بالقاع ما ترجع دوامك. منو؟ عاد محمد الحلبوسي الله يحفظه وزير الدفاع والقائد العام قوات مسلحة رئيس الوزراء، غير ذولا زين ما رجعاني. انا اقول لك بصراحه يعني، وقالوا لي احتمال يعني يسوي بيك استرحام، وذا يعني خليت يعني محامي زين، احتمال هذا المحامي يسترحم بيك ووزارة الدفاع تسترحم بيك وترجع دوامك ان شاء الله. والله هذا الشيء يعني منك لهم، بلكي احد يسمع فتوى القلب يعني اترجاك ارجعنا فتوى القلب. حياك الله، الله يخليك ان شاء الله. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ قدموا لي قدام والله استاذ اكو مناشده، خلي رقم تليفون، اعطي رقم تليفون على حاله، وهي تفضل شفت بس رجعوا لي الكاميرا، شوفوا الحاله وين وصلت. تفضل تقدموا معي. يا استاذ احمد شفت هنا عائله يتحمون على الكراتين، يعني كل شيء موعدهم. شوف وين وصل حال العراق، وين والله العظيم. هاي وين شفتهم؟ بيا مكان ومنطقه من مناطق بغداد. بغداد؟ اي والله. هيك وضع؟ اي والله. زين زين شلون عايشين؟ والله مو حالهم، مو حالتهم تعبان، بس شفتهم كلش اذيتهم. يتحمون على كراتين؟ اي والله. ب 22؟ اي والله. زين بالنسبة هاي الأمية والمخدرات، شوف هاي وين وصل حال العراق. هاي من السبب ليش قاعد نوصل احنا؟ ليش
والله هو والله هو هذا كل سببات الحكومات المتراكمة. الله يعين الناس. الله يعين. شلون صالح الشباب؟ حياك الله. جيتنا الله يساعد شلون الشباب؟ شلون وضعكم؟ زين الحمد لله. تعال بس خلينا نشوف شلون وضعكم. زين الحمد لله. احنا بالعلب دورين. وين؟ بالدورين. وين صار هالدورين؟ من وسط شمال الكرامة. هاي اللي ايه. شارع ايه. شارع ستة. شارع ستة. ايه شلون وضعكم هناك؟ زين الحمد لله. خدماتكم شلون؟ لا زينه. زينه؟ اي اي زينه. شنو اللي يحتاج الحجيه اليوم العائله الفقيره ايش تحتاج؟ حصه تموين. اي اي التموين. حصه تموين. اي مقطوعه؟ اي مقطوعه وغاليه. او قليله؟ اي وغاليه زي الشيء يعني. شو بقى من الحصه التموينيه؟ شنو شو بقى؟ شو بقى من عندها؟ شنو الموجود؟ هو كله يعني طول التمن وفاصوليا والعدس والحمص. التمن ماكو. اي. ذاك الشهر استلمنا التمن مطونا. الكمية زينة يعني اي بس الشكر شو قللوه التمن قللوه اي بس الدين عادي كنا فاضي لك بطل. اي بس الشهر طول التمن هذا شكر كيلو وين بكفينا الشيء يعني كل حتى الدجاج يشرب الشاي. ايش بيه؟ حتى الدجاج تشرب الشاي. صح احنا العراقيين هواي نشرب شاي الشكر عندنا مهم. عافية والتمن لا هو والتمن عامل الاولويات. طريق السلام حجي الله يسلمك. طلعنا من التلفزيون طلعنا هاي يلا طلعنا. السلام عليكم. الله يسلمك. حياك الله. الله يحفظك. نشكر قناتك الموقر. يسلمك بس وجهك هنا. الله يخليك. والله يا اخي تعبنا من هاي الدنيا تعب زين الا رواتب يعني من السقوط اللي جاي كل شيء مو حصلنا زين عندنا شهداء زين هذول هم قولوا خطيه هاي ها رعايه فتحوها يعني بس للاحزاب يعني هذا الفقير وين يروح؟ قاعد ايجار زين عندك عوائل زين عندك اطفال موضوع رعايه يوميا انا احكي به هذه الفتره صار لها قرابه 3 اشهر انسدت التقديم يقول لك التخصيص المالي ماكو اي صحيح على لسان وزاره العمل يقولون تخصيص مالي ماكو طيب هي حتى رواتبها برايك شلون؟ والله شو اقول لك يعني ما اعرف شنو هذا شنو الحل لهم ما تعرف زين كهرباء ماكو خدمات تروح السياره تتفلش يلا توصل للمنطقه كل شيء ماكو يعني كهرباء البارحه 4 ساعات وطني يوم بس سحب او بالسحب هسه زين بالصيف شلون؟ هاي بالصيف وين نروح؟ يعني تقول 15 يسوون اقول قليل 20 25 لانه ده يشغلون هواي هواي تشغيل هذا صحيح بس هم الله الله اهل المولدات المفروض بينا يعني هي قضيه رحمه بين الناس والله رحمه الله هي واسعه بس هاي الناس انت شنو رسالتك للمسؤولين؟ شو تقول؟ والله اقول لهم خلي يديرون بالهم على هاي الناس انت رئيس الوزراء يعني هاي الناس الفقره زين تعال افتر على المناطق يعني المنطقه يعجز اللسان اذا طبيت المنطقه والله العظيم تعوف الكاميرا الطبيعيه تطلع. هاي وين؟ زين على حيور على احنا بسبع قصور قاعد. سبع قصور. زين والله العظيم يا اخي اللي جاي. زين يعني المنطقه تلم من البيوت بشرفك على كهرباء. اي هاي وين الحكومه؟ الجمع بين البيوت هاي كارثه. والله دعتك البارحه افتروا على البيباني دققون يعني انت تعال موظف قلت لك. انت هي. موظف ليش؟ ابو الكهرباء ياخذ راتب والله دعتك زين قول هذا السيد سولف ليك صح كلامك زين صح انا تفتر على المنطقه احم الله والديك وربي احم الله والديك يجعل ايامكم خير السلام عليكم استاذ ورحمه الله استاذ شلون صحتك الله يحفظك الله يخليك حياك الله شلون وضعكم والله الحمد لله رسالتنا الى الوقف الشيعي اي ايش في الوقف الشيعي يعني انا موظف من 2016 تقريبا طيب اجور يوميه وبعدين قالوا نثبتكم ما كل ما هذا يا بعد السنة الجديدة جت السنة الجديدة نوب الميزانية نوب تشكيل الحكومة يعني إلى متى الناس قاعدة لا شغل تعقد حاليا لو أجر ماكو حتى الأجور يوميا قطعوا علينا يعني جيتوا على الفقير هاي يعني مين تلف والله كان يطلع تقريب عددكم بالوقف والله هواية أعداد يعني يعني لو يعرفون هسه كم عائلة بدون رواتب ليش هيك يعني كل ما نحكي وياهم والله بعد تشكيل الحكومة السنة الجديدة الميزانية هاي ضالين بهاي الأمور يعني إلى متى إحنا يعني الناشد رئيس الوزراء أن ينظر بحالتنا يعني ليش هيك إحنا نبقى هيك يعني بدون رواتب إحنا صاحبين عوائل والله العظيم هاي مناشدة من إلك لهم عسى أن يكون أكو حل إذا أعدادكم قوية يعني والله أعداد قوية والله العظيم أنا أحكي على اللسان يعني تمام يعني وصلت المناشد انا اشكرك حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلون وضعكم خير الحمد لله
ماشي الحمد لله ماشي. شلون عايشين؟ بخير الحمد لله. محتاجين شيء؟ لا محتاجين سلام. الوضع المعيشي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اكو شغل اكو حركه الحمد لله اكو حركه ايه. مقتنع انت بوضعنا؟ اي مقتنع الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا. الحمد لله ان شاء الله يلا ما دام مقتنع خلينا نمشي بعد من هذا اللي يتحدث فيه المواطن البغدادي هذا يتحدث فيه المتواجد في سوق خرج فاصل قصير أسعد الله صباحكم من جديد أحبتي المشاهدين. نكمل الجزء الثاني من صباح أهلنا في سوق هرج. تحدث المواطن عن الأشياء الأساسية اللي هي تخص الوضع المعيشي للمواطن العراقي. المظلوميات والمناشدات موجودة بالبرنامج دائما، لكن اللي ما موجود دائما الاستجابات. حتى نكون فعالين ويا الناس لابد أكو استجابة من المسؤول. استجيبوا حتى احنا نقدر نوصل الصوت للمسؤول. الناس لابد أن تكون بمستوى المسؤول، لابد أن يكون بمستوى أن يسمع المواطن العراقي، يسمع احتياجاته. نبدي حوارنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. أنا أشكر قناة الثلوجة الأنبار كلهم على رأسي. الله يسلمك. وضع أمني هسه يعني زين جيد جدا حاليا، بس عندنا يعني عاطلين على العمل هواية أزيد من اللازم. أنا هسه واحد من الناس مصاب 2006 يعني لا راتب عندي لا رعاية عندي كل شيء ما عندي هسه لا راود جسمي تقول له الله يساعدك. تمام. يعني مصاب من فوق يجوا معاق. وين إصابتك؟ إصاب كل جسمي. يعني وين داوم شنو عفوا؟ ما داوم. شنو انفجار؟ لا يعني مو انفجار يعني مجهول الهوية يعني شلون بالطائفية بالطائفية على الهوية بوقتها وما خليت معاملة ما خليت شو اسمه ما خليت تعويضات؟ ما خليت مال تعويضات مليت يعني نفسيتي تعبت قاعد ايجار ومتزوج يعني هسه اذا انزلك شوف الاصابات تقول الله يساعدك. اريد من مصطفى الكاظمي اريد اقابله يعني بكل صورة أريد حتى لو طلع لي ما رعاية كل شيء ما أريد رعاية كل شيء ما أريد طبعا. لا أريد بيت ولا أريد سيارة ولا أريد شو اسمه بس ما مجرد رعاية لأن نفسيتي تعبانة كلش وأريد أحكي هواية هواية تعجز عن الكلام قول الله يساعدك شلون الله عينك شلون الله كل واحد عنده كل واحد ظرف معاناته كل واحد ظرف ويحكي له شكل كل واحد يعني لا أريد أحكي تمل والد والد متوفين الله يرحمه أقول الحمد لله والشكر وانت بعد يا مصطفى الكاظم والله أتمنى يسمعك موضوع رعاية مهم جدا يعني موضوع حياتكم انتو والله العظيم بيكم. يعني والله العظيم يا أستاذ العزيز هسه لو أراوغ جسمي يقول الله يساعدك الله يعينك والله هذا الموضوع من عندك إلهم عساني ويسمعني مصطفى الكاظم وأتمنى الشرف إذا يعني أزورك اسمك الثلاثي احمد نافع خضر وين سكنك؟ سكنه بالكراده تمام انا اشكرك ابو شهاب صحه وعافيه ان شاء الله الله يعافيك بلكي يكون اكو استجابه له اتمنى اتمنى مصطفى الكاظمي يوم قبل باكر يدز علي ويسوي لي حالتي تمام يعني ما عندي لا حول ولا قوه لا تقول الوظيفه عندي لا تقول شو اسمه هسه اذا اراويك المصاب تقول الله يساعدك صادق 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 ما يحتاج صادق لا لا هسه شوف هاي خياطات من فوق لي جوا اطلاق نار مضروب يعني هسه لا اراوغ جسمي وحتى ما اقدر يعني اشتغل جسمي حتى لا تشوفني هسه كاشخ وايد ترى كذا من كبير لك الله مال بالغ جاني اشتغل بيه من هنا ومن هنا اشتغل ما عندي قوت يوم عندي قوت يوم بس اشتغل بيه لو اطلع فلوس الايجار لو ما اطلع الله يعينك والله يعني لان حاله ماتي سيد مصطفى الكاظم يقابل الناس فعساني يقابل واتمنى اتمنى ازوره وحتى عندي اوراق مال المستشفى مال المصاب 2006 واتمنى اي قناه تسمعني وتتاشدني وتسوي لي حل هذا الموضوع احنا وصلنا صوتك وعسى ان يكون استجابه شكرا جزيلا لك طريق السلامه شكرا جزيلا السلام عليكم وعليكم صباح الخير صباح النور شلونكم يا ابو شلون شلون وضعكم شكرا قناتكم الحلوه ان شاء الله يا رب هاي تنقل اخبار للعالم الله يعزك زين
بالنسبة للأوضاع مال الكهرباء، الكهرباء مأدية العالم، يعني هو إحنا هسه بزمن يعني حالة جثة لها، حاسوك حالة واقف، والشعب أكثر العالم تعبانين تعبانين، لا عندهم فلوس، لاكو شغل، لاكو عمل. زين الكهرباء بدأ يعطونا إياها، تجي نص ساعة وتروح. زين زين أنت أصحابين المولدة هم دي طفوها علينا، يقول لك إحنا بالنسبة لنا عندنا استراحة، يقول لك دا شغل، دا شغل أنا يعني أكثر من طاقتي. زين ويقول لك لازم أنا طفيه حتى تستراح. زين إحنا إلى متى هيجي؟ إحنا بال 2022. زين إلى متى البلد يكون على هاي الحالة؟ إحنا نريد حياة حلوة، حياة نظامية. أرجو من الحكومة العراقية تنظر بشغلة الكهرباء، تنظر بحال الشعب، هاي المساكين العالم. زين اللي ما عندهم شغل، اللي الشباب هسه متخرجة. زين المساكين اللي ما لاقين حتى لقمة يأكلون. زين وإحنا نشكركم، والله نشكر. كلامك صحيح، الله يخليكم، نشكر قناتكم هاي الطيبة. حياك الله، أنا أشكرك جزيلا، شكرا. زين حياكم الله. أغلب ما قلته بهذا المكان هو مستخدم، شوفوا يعني حتى حاجات صغيرة جدا. السلام عليكم، شلون الصحة؟ ذاك صاحبها وانت وصيتك يا هي؟ انا ما قلت يا الله، ما يريد يطلع الحج. هذه الحاجات اللي موجودة هنا أنا حاجات مستخدمة بسيطة، يسترزقون الناس من عندها بعض الأماكن. أغلب الموجودين هنا بعد الموقع هم ناس بسطاء جدا مثل ما قلت، يحتاج لهم رعاية واهتمام. أما رواتب الرعاية فحاجة ولا حرج. السلام عليكم، حياكم الله. شلون الصحة؟ يا مرحبا، تعال اللي جاي. يسلمك الله. والله الوضع والله مو زين. ليش؟ يعني أنا عندي خدمة 17 سنة، لا راتب ولا كل شيء. إيش قاعد خدمة؟ معلم كلية عسكرية. معلم كلية عسكرية؟ نعم. عندك راتب تقاعدي؟ لا والله. ليش؟ يقول لك قرار 117 ما عندك. قرار 117 اللي ما مستلم قطعة أرض بعد ما له. ما له راتب. ما مستلم قطعة أرض؟ ما له راتب. ليش يعني شنو؟ والله ما أعرف. الغاية من هذا الشيء شنو؟ والله ما أدري، الغاية شنو الدولة؟ مو تسألوني يعني. يعني انت متروج معامله، شو يقول لك؟ روجت معامله يقول قرار 117 ما عندك. زين ليش ما يطلب قرار 117؟ يقول ما مستلم قطعه ارض بدون مصدر، يعني ما مستلم قطعه وحقي ما مضمون. تروح حقي مال 17 سنه معلم كليه عسكريه. اي ما شاء الله. واكو اي حل لك لحد الان؟ لا انا حد الان اي حل. وزاره الدفاع لو يم منه؟ يم وزاره الدفاع. ما أدري، هذا استفسار حنستفسره من وزارة الدفاع. أنا أشكرك. أقول لك ربي يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور والعافية. شلون وضع النساء العراقيات تحديدا؟ طبعا إحنا بغنى عن تعريف المرأة العراقية، لأن هي كأم وكزوجة وكأخت وكبنت مجاهدة، يعني بالظروف اللي نمر بها بالعراق بعد ما بقت مناشدة، لأن إحنا عموما الوضعية بالعراق تعبانة. أريد قلب حقيقي وإيد حقيقية قوية تبني العراق والنهضة من جديد. كان العراق هو مهد الحضارات، وجهة العالم، كل دول العالم العراق. يعني نشوف وضعية تعبانة، ماكو يعني الأحزاب هسه عدة أحزاب اللي تبنيناها أن تجي وتنهض بالعراق دا ترجع للأسوأ. نحب أنه هاي الأحزاب بدل ما هالمنازعات وهالخلافات تتحد تصير ايد وحده تنهض بالعراق، اذا هم صحيح جايين لمصلحه العراق مو لمصالح شخصيه. لان تنباوع اكو حروب، مو بس نزاعات وخلافات بين الاحزاب، بين الوضعيات الموجوده. فهذا اللي نريده، قلب حقيقي للعراق، مو بس بالبنى التحتيه ينهض، كل شيء يشمل العراق لازم ينهض فيه. زين تشوفين انت اليوم هذول المسؤولين بعمومهم بدون ذكر اسماء، نعم، ماكو واحد حس بهذا الكلام اللي قاعد تقوليه انت وغيرك وغيرك؟ ماكو شعور بالحقيقه يعني مفردات من النفس؟ نعم. يعني احنا المفروض الانسان اللي يحكم ضميره، فالانسان اذا ضميره غاب انتهى كل شيء. اكو مفردات، احنا من غالط نفسنا، اكو مفردات تريد ان تنهض، بس الاغلبيه تطمس هاي المفردات، ما تخليها تنهض ولا تساعدها.
قلت لي يقول المثل اللي عندنا الايد الواحده ما تصفق. فاحنا يعني اكو مفردات تحاول وجاهده بس ماكو احد يساعدها ويدعمها. تمام، الله يعينكم. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين المرأة شو تحتاج؟ أنا سألت على المرأة، المرأة شو تحتاج؟ المرأة العراقية مناضلة، فشنو اللي تحتاج؟ المرأة العراقية مثل أي فرد عراقي تحتاج لكل مقومات الحياة، ومن ضمن المقومات وهي أساس كل أرضية هي الأمان والاستقرار. المرأة العراقية تفتقد لهذا الشيء. بعدين مثل ما قالت الأخت، إحنا اللي مأذينا واللي شايلين الهم على ظهرنا هو برلمان. إحنا مو حكومة برلمانية، لأن البرلمان جاي يعطل أي شيء، أي قرار يتخذ رئيس وزراء أو وزير مناضل يريد يصعد دا يكسر البرلمان، بحيث أنه لازم الكتلة الفلانية تقبل والكتلة الفلانية تقبل. هذا برلمانهم، برلمان تكتلهم هم، محاصصتهم هم. إحنا نريد نرجع للنظام الرئاسي. النظام الرئاسي هو اللي يفيدنا كطوائف إحنا متعددة. الشعب العراقي أبداً مجاهل ولا عقليته متخلفة، يعرف كل شيء، بس النظام والقهر، النظام والقهر ساكت، لأن ده يصيح وده يطلع وهاي ماكو ذولا ولا كأنما شون. رسالتك إلى رئيس وزراء جديد، شنو الرسالة توجهيها؟ أول مرة خلي يرسون على رئيس وزراء جديد. قولي عين صاد سين أي واحد طينا نصيحة. ما راح يسوي شيء لأن البرلمان راح يكسره. طبعا. قلت لك صح غلط. يعني أكو من يتحكم بالرئيس. طبعا هسه يعني كمنظوم، يعني كمنظوم رئاسي او كمنظوم برلماني، من رئيس وزراء ياخذ قرار. الكتله الفلانيه ما تريده، والكتله الالمن، الكتله الموجوده بالبرلمان، صح لو غلط. انا مره موظفه، ترى من جاي احكي لك هذا احكي لك من واقع يعني وظيفتي، يعني من اني اريد ان انقل المكان هسه ما يصير، لازم اجيب وسط برلماني اي او حزب ينقلك الوزاره. وهذا انا دا لمسه يعني بوظيفتي. الله يعينكم. اي انا اشكركم. شكرا. ونسان العراقيات مثقفات ويفهمون في كل شيء. أكيد. جزيل الشكر. حياكم الله. صباح الخير. هذا الوقت حياك الله. رحم الله والديك. شكرا. امر بس دقيقه. انتم الموافقين. الله يزحمه عليك. حياك الله. انا قضيه الرعايه الاجتماعيه قدمت بال 2016. زين. رفضوا معاملتي. كانت اكو سياره باسمي، سياره كنت انا الشرجه كلها تعرفني، حمال بالشرجه 30 سنه، لما طق ظهري صار رجلي اليسرى واقفه. تقرير طبي بالمعامله رفقت ما فات. الرعايه سويت تظلم ما فات، سويت اعتراض، سياره انباعت قعدت على الحديده، لان ظليت اعالج بروحي. المهم خمسه برقبتي، هذا الوسطاني اللي تشوفه، هذا الوسطاني الكبير ثاني صناعه، والصغيره بثالث ابتدائي. زين قاعد اجار، راتب ما عندي. قدمت حولوني، قدمت وجاني الباحث. جاك الباحث اجى شاف خمسه وشاف السقف جينكم البيت ما حسبها، لان اكو سياره باسمي، السياره هاي دفعه الاول والتالي. قال لك غير مستحق. راحت السياره، السياره راحت وانباعت بسبب ان انا تمرضت وظهري تعرف. المهم رفضت المعامله، وين حولوني للمحكمه بالعلاوي. اعطوني خمس كتب، المرور والزراعة والتجارة والتقاعد والرعاية، كلهن براءة ذمة، ماكو أي شيء باسمي. بس سؤال، هسه حاليا أنت إيش قالوا لك؟ مستحق؟ المحكمة تقريبا سنة تأجيلات. زين. كل أربعة شهور فترة كورونا. المحكمة بالأخير محكمة هم رفضتني. زين أنت إذا رفضتوني شو قطيتوني كتب؟ قدم مرة ثانية لو لا؟ ما قدمت، مسدودة هسه. مسدودة؟ إيه. وين وضح؟ وضح اخو وانا هسه عمري 42 سنه. الكريم. عادل محب ابراهيم. عادل العصريه تخابرني ان شاء الله حتى نخابر لك. انا بس اريد اوصل رساله للوزير، لان اربع وزارات بدلوا وانا شغلتي بعدها. خليك لك حتى تاخذ بقى قلبي محروق. نخابر لك المكتب بالسيد الوزير العمل ونوصل صوتك وندزك للوزير. اي والله كلك اخذ رقمي من ان شاء الله. الف رحمه على انا من مواليد 1942. قدمت العسكرية 9.5 سنين، مرتين احتياط. زين. فهمت شلون؟ 3 مرات أخذوني جيش شعبي. زين. عمري 80 سنة، أركب ستوتة أسوق بيها، ما أدري شوف ما دا أشوف. ستوتة حاليا؟ إي نعم. مو 42 سوق ستوتة؟ إي والله. شو أسوي غير العيشة مرة؟ غير العيشة مرة، ما حد يشوفنا. انت شوفنا الربحة مثل ما تفضل الاخ، ها معاش ياخذ منا وياخذ راتب منك، واحنا هنا نقدي شوي استحوا
استحوا يا ناس، يا عالم استحوا، هاي مو واجبنا، ما نريد من عندكم بس الخدمات اللي هاي تجيب كتلتنا، الشوارع مالتنا ما بيها خيار، 9 سنين ونص. لا مو بس ترى 20 سنة. بس هاي انت بهذا عمرك تشتغل بستوته، كارثة هاي، مصيبة. مصيبة مو شلون مجال، لكن شنو؟ ماكو شعور. اقول حتى عايشهم هذا الشاب ما قعد، كل شكر، من عمري 5 سنين الى هسه. شركة موريس اليهودي بشارع الجسمة، أنا حداد الجبر أقفل هالشكل، ولا كل شيء ماكو؟ هي هاي العراق؟ يقول لا تنام حيلك، لا تنام، لا تخلي عدوانك تمر، اسهر ليالي وأيام وعيش طول العمر، ورحم الله والديك وسيم الله، وأنا أتشكر منك. أنا مالي قبل ما تروح حجينا، أنت وين ساكن عمو؟ أنا ساكن باب الشيخ. باب الشيخ، عندك عائلة برقبتك؟ اي نعم، انا عندي 9. 9، عندك تليفون؟ شاير تليفون موبايل؟ لا ما اشيل، ما اعرف اقرا ولا اعرف اكتب ولا ابدا، هاي وصلتي وما اريد من نيتهم. بس اسمعني عمو، شلون اوصل لك؟ بدي اقول لك عمو، انا اريد اوصل لك، شلون اوصل لك؟ بس دقيقة، شوفوا لي رقم تليفون، بس سجلوا لي اياه، خلي ابقى حجي هسه بس دقيقتين ثلاثة. عمي كل شيء ما اريد ادعمهم. الله شاهد من ابنك ما تري شيء؟ كل شيء ما اريد غير سلامتك. الله يحفظك يعزك. انا ما طول هذا الجف وحاي اوكل جهالي بجفتي. رحم الله والديك. والله عسى بحظه وبخته كل من يخلي هاي الشيبه تدمه. عسى بحظه وبخته كل من خلي شيابنا وعجايزنا يوقفون بالشارع ويبكون او يتشغلون بهذا العمر 80 سنة يشتغل بسكوته. ما أعرف منو من السياسيين المناضلين في دول الجوار اللي كانوا ذاك الزمن هسه يقدر يشتغل بسكوته بعمر 80 سنة؟ منو بيكم؟ أريد أشوف واحد. سياسيين؟ ليش عمو سياسيين؟ ما ترضى ما ترضى عمو، هم أصحاب سلطة حاليا. السياسة كلمة كبيرة عظيمة، السياسة يعني دولة يسوس مجتمع، يحافظ على المجتمع، على الكبار، حاليا سياسي عمو، سياسي الشرف. هاي الشيء تفضل 500 دينار يعطيك بالشهر ورا خدمه 40 سنه سواء بالجيش سواء متفضل من يعطيك اياها بعد ما يطبق الدوائر. واللطيفه ذاك اليوم بالاخبار، والله الشهر ما راح نقطع رواتب الموظفين، لكن الموظفين جاي يشتغلون ببيت بهاتكم السوالف. يعني سوا هم باقوا كل شيء بالعراق، جوا على راتب المتقاعد. المتقاعد وسووا فضل يقول هالشهر ما راح نقطع راتب الموظفين. بارك الله فيكم. يعني اكو حق يعني مصيبه. بس الغرامات مال المرور شنو بالعراق؟ انا بس هو سؤالي، انت اليوم المتقاعد راتبه التقاعدي مو من جلده من كان موظف اكو استقطاعات؟ اول ما يدخل باي وظيفه بالجيش بالوظيفه يستقطعون منه. يعني فهذا من صندوقه من يعني مرتب. وبالعكس المتقاعد هم سووا فضل عليهم. يعني لان اكو فلوس زايده تروح له بعدين. والله يا ابن الحكي ما في ذول ما يستحي لا تحكي وياه. ما يستحي لا تحكي وياه. السلام عليكم. اختصارها حياك الله. انا هسه جاي. ما يستحي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مبارك عليك. تفضل. عندي اخوي شهيد ب 2014. مساعد قائد فرقه 17 من رضوانيه. مساعد قائد فرقه 17 من رضوانيه. رضوانيه محموديه. تعاقب الفرقة. زين. استشهد الحد الآن لا جثة ولا عاد. 2014 الحد الآن. شو اسمه الشهيد؟ طالب رحيم ياسين. شنو؟ عقيد. عقيد طالب. طالب رحيم ياسين. يا فرقة. فرقة 17. فرقة 17. وشنو ماكو جثة؟ ماكو جثة الحد الآن. ليش وين استشهد؟ ماكو استشهد بالكرغولية. بالطاقة الروسية. بين الربانية وبين أبو غريب. لا مشيت معامل الشهيد. لا مشيت المعامل بس أنا يعني عاطل عن العمل أخوه. يعني تعين أروح يقولوا لي. مسدودة ماكو. اها زين من ليش مسدودة؟ مو ذوي شهداء انت؟ ماكو. قدمت مرتين وثلاثة وأربعة. تمام. وعدت من جهة وراتب عايش بي عادي عائلته بس انا ما مضر لا زواج اكيد عنده عائلة ولا 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 عيشة ابد. تمام. انا بس سؤالي انا اشكرك. يفترض هم يسمعون يعرفون ذوي الشهداء من تقولون ذوي الشهداء ما بتحكي غير تخلوا له اولويه بحياته بالتعامل معاه. ما بتحكي مميزات لذوي الشهداء. شلون حياك الله. الله بالخير. الله بالخير.
أنا بالنسبة إلي أنا بالنسبة إلي أحكي حكي خشب ترضون بس أمشي ما تتجاوز لا مو عن التجاوز مو عن التجاوز يعني حكي حقيقة سولف. أنت جبتها عن السياسيين وين إحنا عندنا سياسيين السياسي اللي ينمي البلد ماله ناس تموت بالبرد ناس تموت بالبرد أطفال هم دي يتعاركون على الكراسي على الكراسي فلان وفلان فلان وفلان بقت بس بقى رب العالمين يلتبت كل فقرة لا أكثر ولا أقل احنا ما عندنا سياسيين البرلمان شنو مخدمة للعراق حتى برلمان وبرلمان أنا نائب ضابط رجال عسكري من 85 إلى هسه يعني خدمة بال 35 سنة طلعوني براتب 500 قبلت بال 500 شعرة من جلد قبلت ب 500 زين 500 ليش تعطوني 248 رجال نائب ضابط ليش يقول لي عندك قطوعات قطوعات خدمة يعني قطوعات ما جيش قلت لهم قطعوا مو برا ذمتي مو طلبوني 1,600,000 رحت دفعت المصرف 1,600,000 بعد شنو واحد هاي من طبيت بالتقاعد واحد هاي مرحلة ثانية شنو إلا بحالة واحدة ما أخذ قرض على يقول كل لا القرض واحد ما أخذ قرض يقول كل عسكري عليه قطوعات تطلع هاي مال ضمن خدمة شهرية تطلع هاي وين تدفعها من المصرف هم دي يقطعوها من مستر كارت هسه جاي يقطعوها فأني هسه بالرعاية أحسن مني خدمة عندي 35 سنة خدمة 35 سنة يعطوني 248 248 وربعي يستلمون 900 و800 وين أروح مكان عدالة المجتمع عدالة تعقب الدنيا اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي تمام أنا أشكرك عمي حياك والله يبارك فيك باختصار أبو فاضل لاكو دولة زينة ولا شعب زين ولا واحد يحكم العراق زين حتى شعب مو زين لا وين يلا طيني طيني واحد يا تركض وراه ونصيح له وبالأخير باقي أنا وشريت ب 3,000 عدة 3 جهال هذين 3,000 دينار ها عدة 3 جهال واحد من يومهم بالمدرسة وواحد مريض هسه بالمستشفى بمدينة الطب خوش لو لا ومحاربيننا ويركضون ورانا وين العدالة؟ وين الدولة؟ اي وين الدولة؟ طيت 100,000 ها؟ وين الدولة؟ يعني رشوة زين اي وين الدولة؟ يلا يعني هذا المرور الطب هنا تعطي 5,000 تجيب له ريوق تجيب له غدا وين هالدولة يلا اعطيني دولة قاعد ببيت بيت اهله قاعد تجيب له ريوق العباس ابو فاضل اذا مو ريوق ما طب اذا مو غدا ما طب وهسه مشتغل ب 3,000 وطيت 2,000 دينار مال ريوق يلا طببني قائد عمليات وين العداله يا قائد ما خلي انا لا قائد عمليات بغداد لا خلي انا رئيس الوزراء ما خلي انا واحد ما ناشدناه تمام ما خلي انا شريف ما ناشدناه وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم السيد لواء طارق الله يساعدك مدير مرور عام خبرنا نفس الشيء الفريق الركن اول ركن احمد سليم العجبي حياك الله قائد عمليات بغداد ثقوا بالله اكو منتسب فاسد واكو ضابط فاسد مع احترامي للشريف بيهم وشرفاء هم هواية ترى بس المنتسب الفاسد والضابط الفاسد دا يضايق ابو التكتك دا ياخذ منه ريوقه ريوق دا ياخذ منه اذا يشتغل ب 10,000 اذا يشتغل ب 10,000 ياخذ ال 10,000 منه حتى يخليه يستمر بشغله ترى هاي التصرفات تهيج الشعب عليكم تهيج الشعب عليكم اللي ما يقدر يطبق القانون على ابو اللقزز لا يطبق على ابو التكتك صح طبقوا على كل الناس بالقانون والله انا اي شيء مع القانون ويطبق انا وياه حتى لو يكون على الفقير هم قابل بس اذا اكو بي عداله يعني اذا اكو بي مساواه بين الكل ماكو مساواه بس تجي انا شايف بهاي عيني باكر ورا الحساب والله شايف ابو دراجه وابو توك توك ابو الدليفري دا اقصد ابو التوك توك معظم السيطرات يوقفوه يدزوه المحل يروح يجيب صمون يجيب ريوق يشتغل عند بيت الخلفك هو والله العظيم يعني قلت له عندي 3 جهال قلت له عندي 3 جهال حساب حظه بختك ايمانك